الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. تم توفير كل الوسائل الوقائية من كمامات وفرض بروتوكول صحي صارم من تباعد جسدي واستعمال كل وسائل الوقاية حفاظا على صحة أبنائنا وبناتنا، وإن شاء الله احنا نسهروا شخصيا مع كل الطواقم التربوية والإدارية على هذا الحفاظ على صحة التلاميذ. تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الموسم الدراسي الجديد على مستوى المؤسسات التربوية التي بلغ عددها 263 مؤسسة تربوية على مستوى قطاع ولاية خنشلة، مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة للوحدات العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي وكذا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وهذا من أجل انسيابية الحركة المرورية على مستوى محاور الطرق المؤدية للمؤسسات التربوية وكذا على محيط هذه المؤسسات.